تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل إن شاء الله في هذا الفيديو ما تبقى من الشابتر الرابع. كنا قد توقفنا عند حساب الطاقة المخزنة داخل كاباسيتر، ورأينا أن الطاقة تساوي كيو تربيع على 2C أو نص كيو دلتا في أو نص سي دلتا في سكوير. الآن الموضوع الأخير فيما يتعلق بشابتر الكاباسيترز هو ما هي وظيفة الداي إلكتريك داخل الكاباسيتر. كما تعلمون أن الكاباسيتر عرفناه على أنه تو كوندكترز بينهم مادة عازلة، هذه المادة العازلة ابتدأنا أن تكون الفراغ، ولكن ماذا يحصل لو غيرنا هذا الوسط من فراغ إلى أي مادة أخرى؟ تمام. إذا الداي إلكتريك هو اسم آخر يطلق على الإنسوليتنج ماتيريال. It is found that، لما نقول it is found that يعني هذه هي نتيجة مخبرية، نتيجة مخبرية وأصبحت fact، أصبحت حقيقة. It is found that when a dielectric material is inserted between the plates of a capacitor, its capacitance increases by a numerical factor kappa. هذا النيوميريكال فاكتور يعتمد على المادة اللي محشورة داخل الكاباسيتر، يعني لكل مادة إلها فاكتور معين، عشان كده سموها داي إلكتريك كونستانس أوف ذا ماتيريال. إذا أصبح عندنا فاكت نتيجة تجارب مخبرية إنه أقل كثافة ممكن أنت تحصل عليها لو كان الوسط فراغ. غيرت الفراغ إلى أي وسط آخر، هذه السعة تزيد بمقدار ما، هذا المقدار اللي يسموه الداي إلكتريك كونستانت ورمزنا له بالرمز كابا. يعني سي وهي السعة في وجود هذا الوسط بتساوي كابا في السعة بوجود الفراغ. إذن سي و سي نوت are the capacitance with and without the dielectric respectively. تمام. وزي ما حكينا سي دائما بتكون اكبر من سي نوت، لانه النتيجه المخبريه بتقول سي تزيد ب the inserting of the dielectric material. طبعا بعد كده صار في حساب لكابا لعده مواد من الدايلكتريك ماتيريالز. طبعا زي ما انتم شايفين اصغر قيمه هي للفاكيوم وهي 1، الهواء تقريبا 1، والبارافين، البوليسترين، البيبر، الكوارتز، الاول، الجلاس، كل ماده من هذه المواد نستطيع ان نحسب مقدار الداي الكتريك كونستانت وموجوده في الاماكن ذات الاختصاص. اكيد طبعا هذه هنحكي عنها، بتحكي عن الداي الكتريك سترينث، لانه كل ماده تستطيع تحمل مجال كهربائي معين، هذا فولت على ميتر هي وحدة المجال الكهربائي. فيما لو المجال الكهربائي تجاوز هذه القيم الموضحة لكل مادة القيمة المقابلها، هذه المادة تتأين وتتغير تركيبتها الفيزيائية والكيميائية، وبالتالي لا تعد صالحة لأن تكون insulating material تنحط داخل الكاباسيتر. تمام. هل جيت بعد ما تأكدوا انه الداي الكتريك ماتيريال بتزيد السعة، صارت المجهودات العلمية والابحاث العلمية منصبة، ما هو السبب في زيادة هذه السعة؟ ما هي الاسباب العلمية الفيزيائية التي تجعل سعة المكثف تزيد بزيادة الداي الكتريك ماتيريال؟ بدنا نرجع. الداي إلكتريك ماتيريال مادة مصنوعة من بولر، من داي بولز، عشان كده بنسميها بولر ماتيريال. هاي داي بول، هذا نموذج لداي بول. الداي بول هو عبارة عن شحنة موجبة وشحنة سالبة متساوية، موجودة بكثرة جوا المادة ومنتشرة بعشوائية جوا المادة. الآن ماذا سيحصل لو هذا الداي بول وضعناه داخل كاباسيتر؟ احنا طبعا الكاباسيتر لما نشحنه ايش بصير في جواه مجال كهربائي، والمجال الكهربائي بيكون منتظم على اعتبار انه المسافة ما بين the two capacitors is small.
هذا المجال الكهربائي the electric field of the capacitor اللي بدي اربط له بالرمز E نوت، يعني هذا المجال الكهربائي قبل ما احط الماده الداي الكتريك ايش بتسوي؟ بيقول لي it will exert forces and so torques on the dipoles. طبعا احنا كنا بنعرف انه F هذه المعادلة اللي أخذناها في أول شابتر بتساوي Q في الـ E. إيش هذه المعادلة بتقول؟ بتقول لو كانت Q positive بتكون الفورس والمجال الكهربائي بنفس الاتجاه، ولو كانت Q negative بتكون F و E عكس الاتجاه عكس بعض. طب هنا positive وهنا negative، بنتوقع إنه يكون في عندي فورس بنفس اتجاه المجال وهنا فورس بعكس اتجاه المجال زي هيك. طب هدول القوتين ايش هيعملوا في الدايبول؟ زي ما هو واضح هيعملوا تورك، هيعملوا على دوران الدايبول بحيث انه يصبح بنفس اتجاه المجال الكهربائي. اذا so that it tends to rotate these dipoles into the direction of E node. اذا تاثير هدول القوتين اللي ناتجين من المجال الكهربائي الاوريدي موجود داخل الكاباسيتر، تمام. هي الآن طبعا لما يصير الدايبول بهذا الشكل القوتين بضلهم موجودين ولكن التورك تبعهم بيساوي زيرو، لأنه احنا عرفنا انه اي قوة تمر على محور الدوران، وطبعا محور الدوران هو مركز هذا الدايبول، فبالتالي ببطل في عندي دوران ويستقر الدايبول بهذا الشكل، تمام. هلقيت كم دايبول جوا المادة؟ في عندي مئات الدايبولز. لما كلهم يصير وضعهم بهذا الشكل بنسمي المادة polarized، استقطبت. When all dipoles aligned with the field E node we say that the material is polarized. خليني أنا عامل زي نموذج animation ل dielectric material، وشايفين إنه عبارة عن عدة دايبولز كيف موزعة، موزعة بعشوائية زي ما أنتوا شايفين. وهي عندي كاباسيتر مشحون، شحنات موجبة وشحنات سالبة، وبالتالي في عندي مجال كهربائي منتظم رمزت له بالرمز E نوت. نوت يعني بعدم وجود الدايلكتريك، بوجود الفراغ. ايش بدي اسوي؟ بدي احمل هذه المادة وادخلها جوا. لما احمل هذه المادة وادخلها جوا ايش بده يصير فيها؟ دول كلهم بدهم يتأثروا بتورك بحيث لازم يترتبوا. كيف بدهم يترتبوا؟ بحيث يكونوا على نفس خط المجال aligned with the electric field. خلينا نشوف، دخلته نستنى شوية قبل ما ياخذوا وقت، هيهم ترتبوا. هلقيت كلهم صار لهم نفس الاتجاه. هذه المادة الآن إيش سميتها؟ polarized material، مادة مستقطبة. إذا هذه المادة polarized material، تمام. الآن نجي نتطلع، هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف بالغوا بعض، بوزيتيف نيجاتيف بالغوا بعض، وبنضل ماشيين. ايش بضل؟ بضل عندي بوزيتيف، فيش حاجة تلغيها من هنا قدها، وبالتالي بتجمع على الوجه الداخلي للبليت اليمنى شحنات موجبة، وبتجمع على الوجه الداخلي للبليت الحمراء اليسرى شحنات سالبة. يعني هدول بلغوا بعض وبيضل عندي فقط الشحنات اللي على الأطراف. إذا as a result of this polarization، قلنا هذه المادة polarized استقطبت. polarization charges، هدول الشارجز بنسموها polarization charges، طبعا احنا معنيين بهدول، are produced at the faces of the dielectric with the positive charges are near the negative plate and the negative charges, the negative polarized charges are near the positive plate. The charges inside the dielectric cancel each other. يعني هدول التغوا، هدول التغوا، وكأنه المادة كيف بتصير؟ بتصير وكأنها هيك. الآن إيش صار في عندي؟ صار في عندي شحنة موجبة هنا وشحنة سالبة هنا، وبالتالي صارت شغلة طبيعية انه يتولد مجال كهربائي اخر نتيجة الاستقطاب. اذا هذا المجال الكهربائي كيف تولد؟ نتيجة استقطاب المادة. قبل هيك في مجالات فيه
ولكن اتجاهاتها عشوائية وبيلغوا بعض في المحصلة. أما الآن بعد ما استقطبت المادة، المجالات الكهربائية إلها نفس الاتجاه من هان لهان، من بوزيتيف لنيجاتيف، هدول كيف اتجاههم بده يكون؟ خلينا نسمي هذا المجال المستحدث نتيجة استقطاب المادة E برايم، لازم تكون من بوزيتيف لنيجاتيف. ليش؟ لأنه هذا هو الصفة اللي أخذناها في خطوط المجال الكهربائي، تبدأ من الشحنات الموجبة وتنتهي عند الشحنات السالبة. كيف اتجاهها؟ بده يكون عكس اتجاه المجال E نود، وبالتالي هيكون هي اتجاهها. طيب لو سألنا واحد الآن ما هو المجال الكهربائي الكلي داخل الكاباسيتر، منقول له داخل الكاباسيتر الآن أصبح مجالين، المجال الأصلي E نوت اللي متجه يمينا، والمتجه والمجال الكهربائي المستحدث نتيجة استقطاب المادة وهو E برايم، عكس بعض عكس بعض. إذا أجمع ولا أطرح؟ بدي أطرح. إذا التوتال تشارج إيش صار بيساوي؟ هاي هم هدول واضح انهم عكس بعض، بالتالي بنقول the netted electric field inside the conductor is therefore E نوت الاصلي ناقص E برايم. طبعا هذا غالبا بيكون اقل من هذا، انتبهوا لو كانت المادة conductor هتكون هذا بيساوي هذا، وبالتالي النت electric field inside the conductor قديش؟ زيرو. لكن لما تكون هذه المادة insulator E برايم هذه بتكونش بتساوي E نوت، وبالتالي المجال الصار فيه انتقص منه بعض الشيء، انتقص من قيمته شيئا ما بعض القيمة، بالتالي الصار في المجال قل. المجال الكلي كان E نوت مع وجود الداي إلكتريك واستقطابها، ايش اصبح المجال داخل الكاباسيتر؟ E نوت ناقص E برايم، اذا نقص المجال. إذن that is a reduction is occurred in the electric field، صار في نقصان في المجال الكهربائي. طيب أنا بديش المجال الكهربائي، أنا العلاقات اللي بتربط C و Q و V هي دلتا V، أنا بدي فرق الجهد بين طرفي الكاباسيتر. إحنا عندنا علاقة تربط المجال الكهربائي في دلتا V، دلتا V بتساوي E في D، هجت E مالها تناقصت، إذن دلتا V تتناقص. So the potential difference across the capacitor decreases consequently، كنتيجة قطعية. تمام، احنا قلنا E وجدوا انها نقصت بمقدار ما، قسمناها على كابا، ودلتا V برضو نقصت بنفس المقدار، بدل E حطت E نوت على K، وبالتالي دلتا V لو هو فرق الجهد زي ما E نقصت، لو جيت بتعوض هان بدل هادي احط E نوت على كابا، و E نوت في D هي دلتا V نوت، فدلتا V نقصت بالمقدار كابا. تمام، طيب ايش صار في السعه؟ احنا طبعا شحننا المكثف، فكيناه من البطاريه، ورحنا حطينا الداي الكتريك ماتيريال عشان اضمن ثبات كيو. ثبات كيو ثبتته، لعبت في الداي الكتريك ماتيريال، ايش صار في V؟ V نقصت، اذا ايش صار في سي؟ سي زادت. تمام، and Q is constant زي ما حكينا، إذا معناته C زادت بالمقدار اللي إحنا سميناه الداي إلكتريك constant. إذا هذا بفسر التفسير العلمي الفيزيائي الدقيق لماذا زادت C بتغيير الداي إلكتريك من فراغ إلى أي داي إلكتريك ماتيريال. لو جينا نقول ليش زادت، بنقول له لأنه تولد داخل هذه المادة مجال كهربائي نتيجة استقطابها يعاكس المجال الأصلي، وبالتالي المجال اللي داخل الكاباسيتر قل، عليه قل فرق الجهد، وبالتالي السي زادت لأنه هناك تناسب عن عكسيا بين فرق الجهد والسي عند ثبات كيو. تمام، زي ما توي حكينا لما شفنا الجدول انه it should be noted that a limited value of the potential difference can be applied across a capacitor، يعني الكاباسيتر غالبا بيكون مكتوب عليه ما هو اكبر جهد بيتحمله. يعني لو كتب لك هذا الكاباسيتر بيتحملش اكتر من 120 فولت ورحت حطيته في 220 فولت، هتلاقي الكاباسيتر خرب. ايش يعني خرب؟
خرب يعني معناته المادة الداخلية وهي الدايلكتريك ماتيريال تغيرت خواصها الفيزيائية والكيميائية ولم تعد مادة عازلة، أصبحت متأينة، وهذا يفسر الرائحة التي تخرج عندما ينحرق جهاز كهربائي أو كاباسيتر إذا حطيته في جهد أعلى مما هو مشار إليه. If the potential exceeds this value, the insulating properties of the dielectric will break down and form a conducting medium. This limited value, called the breakdown potential, depends on the dielectric strength, which is the maximum value of the electric field that the dielectric can tolerate without breakdown. وهذه اللي شفناها في الجدول اللي احنا توي عملنا. تمام، خلينا نشوف هالمثال. بيقول لي أبرر البليت كاباسيتر is it charged by a battery of potential difference delta V naught. هاي برر البليت كاباسيتر، بدي أشحنها ببطارية فرق جهدها دلات V naught. إيش بده يصير في الكاباسيتر؟ انشحن. لما ينتلي إيش بكون ضمنت؟ ضمنت إنه هذا الفرق الجهد بيساوي هذا الفرق الجهد. تمام، the battery is then removed. هلقيت أول ما يقول لي إنه البطارية انفكت فصلناها، معناته مصدر الشحنات التغى، معناته مصدر الشحنات التغى. ايش يعني معناته مصدر الشحنات التغى؟ معناته الشحنات لا يمكن لها لا ان تزيد ولا ان تقل. اذا لما اول ما يقول لي انه البطارية فكيتها بين طرفي الكاباسيتر، ايش بيكون ضمانت؟ ثبات كيو. كيو is the conserved. لما يكون في بطارية هي بتضلها كونزيرف، بس تنتقل من المكثف إلى البطارية والعكس بسهولة. الآن ما فيش بطارية، إذا وين بدها تروح الشحنات؟ لا حتيجي شحنات جديدة ولا حتموت شحنات وتنتقل في الفراغ. تمام، إيش بده يصير الآن؟ بدي أحط داي إلكتريك ماتيريال. هقيت إيش تو تعلمنا؟ حطيت داي إلكتريك ماتيريال، إيش صار في سي؟ سي قطعاً زادت بمقدار كابا. سي زادت بمقدار كابا، اكيد زادت. تمام، find the energy stored in the capacitor before and after the slab is inserted. طيب قبل ما احط الدايلكتريك ماتيريال، انا عندي كاباسيتر حطيته بين طرفي بطاريه جهدها عارفه والسعه معروفه، واشتقيت في المحاضره الماضيه يو بتساوي نص سي دلتا في تربيع. اذا يو وهي كيو نوت، لكن احنا ممكن نقول زي ما توي حكيت after removing the battery this charge will not be changed. هذه الشحنه مش هتتغير. تمام، the energy stored in the capacitor before inserting the dielectric نص سي نوت دلتا في نوت تربيع، زي ما توي حكينا نص سي نوت دلتا في نوت تربيع. ممكن نعتبرها كيو نوت سي نوت دلتا في نوت ونربي ونعملها هي، لكن هذه العلاقة تكفي. الآن بدي أحط الداي إلكتريك يو، طبعا بقدرش أقول الجهد ضلوا ثابت. ليش؟ لأنه البطارية مش موجودة، وإحنا حكينا أنه المكثف في البداية جهده بيساوي جهد البطارية لأنه كان مشبوك فيها، وإحنا ضمننا أنه المكثف انتلى، وبالتالي قلنا يو هذه هي قيمتها. تمام، أما الآن الشو اللي عندي ثابت، قال لي كيو نوت، كيو نوت ممنوع تتغير لأنه البطارية اللي ممكن تغيرها راحت. طب كيو نوت مش حسبناها وهي اللي أتت من البطارية ابتداء، فقلنا في نوت سي نوت وقلنا عن هذه لا تتغير. سي إيش صار فيها؟ قلنا سي اتغيرت 2 كابا سي نوت. تمام، نعوض. إذن هذه عبارة عن يو نوت على كابا، يعني إيه صار في يو؟ يو قلت، وهذه شغلة منطقية لأنه سي زادت، كيو نوت ثابتة، إذن معناته إيش بده يصير فيها؟ قلت. طيب وين راح الفرق؟ The difference in the energy. طبعا أنت وين راحت؟ قال لي أنت إيش سويت؟ قلت له أنا حطيت دايلكتريك ماتيريال، أنا حطيت inserting a dielectric material. قال لي طب هو الكاباسيتر لما أنت حطيت هذه المادة بتتوقع أنه يضل ساكت؟ لا، إيش بده يسوي؟ أكيد قاوم إدخال هذه المادة عليه،
بذل لك شغل لمقاومة إدخال هذه المادة. هذا الشغل اللي بذله الكاباسيتر عشان يرفض المادة اللي دخلتها هو الفرق ما بين يو بعد إدخال الدايلكتريك ويو قبل إدخال الدايلكتريك. إذا the difference in the energy can be explained at the work done by the capacitor. تم. خلينا نشوف. إحنا عندنا معلومة بسيطة جدا إنه لما ندخل الضاي إلكتريك السعة بتزيد للمكثف، وقلنا ليش؟ لأنه المجال الكهربائي بينقص، فرق الجهد بالتالي بينقص، وبالتالي سي زادت. نشوف إيش بقول. بقول a fully charged parallel plate capacitor remains connected to the battery. إذا هو هنا كتب لي remains connected to the battery، يعني أنا فكيت البطارية ولا خليتها؟ خليتها. لما أفك البطارية بنقول الشحنات بتثبت. طيب لما أخلي البطارية الشحنات بتثبت؟ لا، لأنه الشحنات في إلها مصدر بتروح عليه وتيجي منه، بتروح عليه وتيجي منه. ما هو هذا المصدر؟ البطارية. إذن الشحنات لا تتغير قطعا. الشو اللي بضله ثابت؟ قال لي دلتا في، فرق الجهد. يعني بمعنى آخر لو زدت السعة بتزيد الشحنات حتى يتساوى جهد المكثف بجهد البطارية. تمام. يعني بالأول بدون داي إلكتريك حطيت كاباسيتر في بطارية جهدها 9 فولت، استنيت عليه انتلى، قديش جهد المكثف؟ قال لي 9 فولت. حلو، حط داي إلكتريك ماتيريال، ايه صار في الجهد؟ اتفقنا انه قل. طب هذا القلة كانت موجود في البطارية، إذا بقى بالآخر ما زال صار فيه فرق جهد الكاباسيتر أقل من فرق جهد البطارية، بترجع الشحنات تنتقل من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل حتى تتساوى الجهود. إذا إيش بصير في عندي؟ بتبدأ من جديد عملية شحن المكثف، السعة زادت بالتالي بيستوعب شحنات أكثر، بتضلها تزيد لما يعاود يصير جهد المكثف 9 فولت وهو جهد البطارية. إذا أنا حطيت الدايلكتريك قل جهد شوية من 9 ل 6 ولا ل 7، بعدين كون البطارية موجودة تنتقل الشحنات من جديد حتى تتساوى الجهود. إذا أول ما يقول لي البطارية ظلت مشبوكة، إذا أنا بأضمن دائما إيش ما سوي في الكاباسيتر جهده بده يسوي جهد البطارية. تمام. إيش بقول لي؟ Do the following quantities increase, decrease, or stay the same؟ نشوف. بقول لي هاي رسمتي، في عندي أنا ضاي إلكتريك ماتيريال قاعد بيدخلها جوا. بقول لي البطارية موجودة، إذن إيش بده ضله ثابت؟ تنسوش الجهد، لأنه أنا دخلت هادي السي زادت، الفي قل لحظياً، أول ما في قل على طول بدأت الشحنات تنتقل من بليت لبليت حتى تعاود أن يكون فرق الجهد بين طرفي المكثف يساوي فرق الجهد بين طرفي البطارية. تمام. بده سي صار فيها، كيو صار فيها، دلتا في واللي أنا بقى مرات برمزها بالرمز في للتسهيل، and E between the plates. E between the plates توي شرحناها لسه. تمام. حلو. بنقول سي، هذه المعلومة اللي أخذناها عمالنا، بنقول لما تحط دايلكتريك ماتيريال جوا أي كاباسيتر إيش بصير في سعته؟ بنقول سعته بتزيد بمقدار كابا، إذا سي increases. طيب خلينا نبدأ بفي. في إيش بصير فيها؟ قلنا البطارية موجودة، إذا في بتضلها كونستانت، إذا في بتضلها كونستانت. طيب وإحنا عنا العلاقة اللي إحنا بنعرفها دايماً إنه سي بتساوي كيو على دلتا في. تمام. هلقيت سي زادت ودلتا في كونستانت،
إذن كيو بتساوي سي في دلتا في، سي زادة دلتا في كونستانت، إذن كيو قطعا هتزيد. كيو increases، في stays the same زي ما احنا حكينا. لو ليش بتضلها زي ما هي؟ لأنه البطارية بتعوض النقصان بالجهد. طبعا الآن إي ما احنا قلنا قلت، لكن قلت لحظية، بعد كده البطارية ايش بتزود تعمل؟ بتزيد هذا المجال، بتعوض هذا النقصان لإي، وبالتالي إي stay the same، لأنه إي بتتبع في، لأنه إي بتساوي في على دي. عندنا إي، خلينا أكتب هيك، يمكن بتساوي في، طبعا هنا في دلتا بهمش، على دي. ما زال هذه ثبتت، إذن هذه مالها؟ هذه ثبتت. تمام. كمان سؤال بيقول لي repeat the previous question but now the battery is removed، ايش بده يصير معايا؟ ها هلقيت بدي ارجع، ها بدي اقيم البطارية. لما اقيم البطارية ايش بده يصير معايا؟ بقول لي على طول البطارية is removed، ما زال البطارية is removed. هذه الكلمة مهمة، معناته ايه الثبات؟ ثبت كيو. هلقيت احنا ايش توي حكينا عن الدايلكتريك ايش بتسوي؟ بتزود سي. ليش زودت سي؟ لانها قللت اي وقللت في. طيب في حد يعوض هذا النقصان في المجال الكهربائي او في فرق الجهد؟ لا. مين كان يعوض؟ البطارية موجودة مش موجودة. اذا ايش بده يصير معايا؟ سي انكريزز، هذه خلاص فاكت، في دايلكتريك سي انكريزز. Q still the same، ليش؟ لأنه the battery is removed، اللي بده يعوض الشحنات وبده يغيرها راح. طيب V decreases لأنه حطت dielectric material و E decreases. تمام. كمان سؤال، هاي في عندي بهذا الشكل، تمام. ايش بدي اقول؟ هي وانا كنا المفروض نقول كويك كويز، لكن في النهايه تست يور اندرستاندينج. تمام. في عندي تو كاباسيتورز. كيف هدول موصلين يا ابناء الطلاب؟ هدول كيف موصلين؟ هذا موصل مع هذا بالتوالي. نتذكر عند التوصيل بالتوالي ايش اللي بتساوى؟ قلنا لازم تتساوي الشحنات، يعني الشحنة اللي في Q1 والشحنة في Q2 إيش مالهم؟ لازم يكونوا متساويين، لازم يكونوا متساويين. إيش بقول لي؟ Two capacitors are connected in series as shown in the figure. A dielectric material of constant kappa is inserted between the plates of C1. Which of the following is correct؟ لعبت أنا في أي capacitor؟ في التنين ولا في واحد؟ في واحد. هل قد C2 صار فيها إشي؟ غيرت فيها إشي؟ لا غيرت distance between the plates، ولا غيرت area of the plates، ولا غيرت dielectric material. إذن C2 حتتغير؟ قطعا لا. طب نيجي لسي واحد، سي واحد إيش سويت؟ غيرت dielectric material اللي جواها بإنه حطيت مادة جديدة، dielectric constant تبع حكابة. إيش صار في ساعتها؟ قطعا C1 زادت. إذا بدي أجي أطلع both C1 and C2 will increase؟ لا، C1 لكن C2 ما لهاش دعوة إطلاقا، تتأثرش. طيب both Q1 and Q2 will increase. قال لي طب أنت لما زودت السعة إيه صار في الشحنة؟ البطارية ما زالت موجودة، دير بالكم. تمام، البطارية ما زالت موجودة زي ما أنتوا شايفينها، معناته لما أزود السعة يعني بتقدر تستوعب شحنات أكتر. إيش معناته؟ معناته إنه الشحنات الآن بدأ تبدأ تيجي من البطارية. إيه صار في الشحنات هذه؟ Q1 will increase. تمام. طب Q2؟ طب ما السعة C2 ما تغيرتش. قال لي بس أنت موصلهم على التوالي، وبعدين هادول شحناتهم من وين بدهم يجوا؟ ما هوش الإلكترونات بدأ تيجي من هان
وتيجي هان، من هان وتيجي من هان. إذا هل صار تغير في شحنات هذه؟ آه، عشان نضلنا محافظين على شرط التوصيل على التوالي. إذا لازم كيو واحد اللي هان تساوي كيو اثنين اللي هان تساوي كيو واحد اللي هان. هذه زادت، إذا هذه قطعا حتزيد. إذا both Q1 and Q2 will increase، صحيح. C1 will increase while C2 will decrease، لا هذا ما لهاش دعوة. Q1 will increase while Q2 will not change. هذه مرات بتغش الثالثة، تمام، انه انا بقول انه انا قاعد بغير هذه، معناته Q هي اللي حتتغير وهذه وين لهاش دعوة، لا، لانه هذا اذا هذا الكلام صحيح معناته شرط التوالي بطل صحيح، تمام. نشوف كمان example الان. قال لي هادي برر البليك كبسيطة، رحت حطيت جواته الآن مش داي إلكتريك ماتيريال، حطيت جواته كوندكتر أن أنتشارج ميتاليك سلاب، حطيت قطعة من النحاس جوا، هذه الصفرة قطعة من النحاس، تمام، ما كانش مشحونة، حلو، أوف ثيكنس إيه، إيش بدنا بالضبط في النص حطيناها زي ما بده المثال. Find the capacitance of the device. قال لي هذا اللي كانت سعته بتساوي سي إبسلون نوت اي على دي، ايش بده يصير فيه؟ تمام. شو ذا the capacitance of the original capacitor is unaffected by the insertion of the metallic slab if the slab is infinitesimally thin. بقول لي لو هذه ايه كتير صغيرة تقول الى الزيرو، بدك تفرجيني انه لما تحط سلك يعني هنا في النص ولا وين ما تحطه سعة المكثف لا تتأثر. احنا بنجيب اول السعة وبعدين بنخلي A goes to zero وبنشوف ايش بده يطلع على النتيجة. احنا بهمنا الان هذه المادة ايش صار فيها، هذه كوندكتر تنسوش فيه هنا مجال؟ لا. طيب هذه كوندكتر هل هتنشحن تأثيريا نتيجة وجود هدول الشحنات؟ اه، احنا بنقول اللي قريب بياخد نيجاتيف واللي بعيد بياخد بوزيتيف، القريب بياخد معاكس والبعيد بياخد مشابه. طيب هل هذه بقدر اعتبرها القطعة كاباسيتر؟ لا، لانه لو اعتبرت انا هذه بليت وهذه بليت لكن الوسط اللي بينهم مش انسوليتر، كوندكتر، هل في مجال كهربائي هنا؟ اتفقنا لا، اذا هذه مش كاباسيتر. ها وين الكاباسيتر؟ بقول له هاي كاباسيتر في المنطقة العلوية هذه وهي كاباسيتر. اذا انا في عندي هنا سي أبر وسي لور، تمام. كيف متصلين هدول؟ انت لو دققت هدول عبارة عن مكثف، عبارة عن وكأنه بالضبط مكثف، هذا هو سي أبر وهنا كمان مكثف، هذا السي أبر وهذا السي لور، ايش بينهم؟ كوندكتر. يعني ممكن هذا الكوندكتر اعمله هيك وخليني عشان توضح الصورة اعمل هيك. كيف هدول الكنين موصلين؟ فكر شوية حتلاقيهم موصلين. ها انت ملاحظ انه هذه البليت مش موصلة مع البليت هذه، بس هذه مع هذه، هذا توصيل التوالي. إذا هدول عبارة عن two capacitors، two capacitors العلوي upper one والسفلي lower one are two capacitors are connected in series. سهلة صارت. What is the total C the equivalent capacitance؟ بنقول لما نوصل على التوالي C equivalent بتساوي C واحد في C اثنين على C واحد زائد C اثنين. إذا زي ما إحنا حكينا the metal slab divide the capacitor into two capacitors. Hence, the capacitor is equivalent to two capacitors in series. تمام، بدي أجيب سعة كل واحد. المساحة الأريا هيها. طب وهذه هيها. وهذه نفسها. إذن الأريا بتتغيرش. هاي إيش يتغير؟ في الأول كانت دي، بس هل هذا الكاباسيتر المسافة بين طرفينه دي؟ قطعاً لا. وهل هذا دي؟ قطعا لا. ها ايش بيساوي؟ قال لي انا حطيتها midway between the planes، انا حطيتها بالضبط في النص، يعني المسافه هذه بتساوي المسافه هذه.
طب هادي كلها دي وهادي ايه؟ ايش ضل فراغ؟ قلت له دي ناقص ايه؟ طب دي ناقص ايه؟ بدك اسمه نص للعلوي ونص للسفلي، اذا كل واحد اخذ دي ناقص ايه على 2. تمام. اذا 1 over c equivalent equal 1 over c1 زائد 1 over c2. قدرت اقول ساعتها طبعا c1 بتساوي c2 بتساوي ايبسلون نوت a على المسافة اللي بينهم اللي هي هذه d minus a على 2، بطلع قيمة c equivalent عشان هم متساويين بتطلع c نص واحد منهم. تمام. الان انتبهوا لي، لو كانت هذه very small وهذه very large، يعني هذه تؤول الى الزيرو وهذه دي very large compared to a، بقدر الغي a؟ اه، لانه دي a مهمل صغير، ايش بصفى عندي؟ ابسلون نوت a على دي. اذا ايش لو كان هذه القطعه الصفراء اللي انا فرجيتك اياها، هذه القطعه سمكها very very small ولا شيء، بكون عملت تطلع c بتساوي epsilon not a على d، وهو المطلوب الثاني شو ذا، the capacitance of the original capacitor is unaffected، بدلها نفس القيمة by inserting the metallic slab or if the slab is infinitesimally thin. تمام. هجيت هذا مثال آخر، بديش أحط مثال، هايش بدك تحط؟ بحط dielectric material. طب هل انت مليت المنطقة؟ لا، ما مليتش المنطقة زي ما انتو شايفين partially. A parallel plate capacitor has a plate separation d. تمام. هذا كاباسيتان سي نوت، قبل ما احط هذه قد ايش ساعتها سي نوت، انتبهوا سي نوت هذه عشان بس نعرف، سي نوت ايش بتساوي؟ بتساوي ابسلون نوت اي على دي، هذه سي نوت. تمام. What is the capacitance of the capacitor when a slab of dielectric material of dielectric constant اللي هي الخضراء دي اللي انتو شايفينها is the and thickness 3 d، عشان اقول لك ما ملتش المنطقة، is inserted between the plates. ببساطة زي ما توي قلنا انه هادي ايش عملت؟ قالت لي هادي قسمت المنطقة الى نصين، نص فيها الداي الكتريك ماتيريال اللي هي الخضراء ونص ظلت فراغ. طب كيف اتعامل مع الكباسيتر؟ قالت بسيطة، قسمه نصين، النصف العلوي اعتبر فيه داي الكتريك ماتيريال والقسم السفلي خليه زي ما هو. طيب القسم السفلي انا بدي اخليه زي ما هو، يعني الوسط العازل فراغ، لكن هل هذه المسافة ظلت عبارة عن دي؟ بقول له لا طبعا. ها ايش هادي؟ قال لي ايش راح منها؟ قلت له التلت. قال لي اذا معناته هادي 2 على 3 دي، يعني السي ابر ايش بدها تساوي؟ السي ابر بدها تساوي سوري السي لور التحتانية ابسلون نوت نفس الاي نفس الاي، ايش بحط بدها دي؟ تلتين دي، تلتين دي. تمام. ايش بده هو؟ بده الكاباسيتانس، بنقول the capacitor is equivalent to two capacitor in series، نفس اللي تعوى عملناه. هاي سي واحد، سي واحد هي الفوقانية، ليش حطيت كابل؟ لأنه فيها dielectric material، حق الدي خليتها دي ولا تل دي؟ قلت له تل دي. طب والتانية؟ التانية اللي هي سي اتنين، ايش حطيت بدل الدي؟ تلتين دي. الآن متصلين على التوالي، بقول سي و سي equivalent بساوي سي واحد في سي 2 على سي 1 زائد سي 2 وطلعت النتيجة. إذن بسهولة هيك بيكون خلصنا الشابتر، بس عشان صار كتير فيه تساؤلات كيف أحكم على التوالي والتوازي، لقيت من المناسب إن أجيب بروبلم 27 و28 عشان نحل هذا السؤال. سي بيقول لي عندي هذه الرسمة، وزي ما انتم شايفين سي 1 سي 1 سي 3 سي 2 سي 2 سي 2، هو بقول لي سي 1 بتساوي 5 مايكروفاراد، سي 2 بتساوي 10 مايكروفاراد، سي 3 بتساوي 2 مايكروفاراد، وفرق الجهد بين النقطتين هدول 60 فولت. بده في السؤال اللي وراه قديش شحنة سي 3، فيما لو كان هذا وصلت جبته هيك بطارية
وصلته ببطارية مقدارها 60 فولت. أول خلينا نطلع، نيجي نطلع على الوهلة الأولى، هل هدول التنين موصلين على التوازي؟ احنا بنقول كيف بنثبت وبنحكم على تو كاباسيتنز موصلين على التوازي؟ بنقول له تساوي الجهود. ايش يعني تساوي الجهود؟ بقول له هذه البليت وهذه البليت متصلين مع بعض، اذا هذه جهدها زي هذه. طيب بهيك بكفيش، انا بدي فرق الجهد يساوي فرق الجهد. اذا ايش بدك كمان؟ بدي كمان هدول التو بليتس يكون لهم نفس الجهد. هل تستطيع اي واحد منا انه يبدا من هذه البليت ويصل هذه البليت من دون القفز عن كاباسيتر او بطاريه؟ في طريق من هان امشي بحيث اني اصل هان بدون ما اتجاوز سي واحد ولا سي ثلاثة ولا سي اثنين ولا سي ون هنا؟ يعني لو بدي امشي هيك بقدرش، لانه هذه فرق جهد، بقدرش امشي. امشي هيك بنفعش لانه في ثلاثة. اذا هل هذا وهذا والتو بليتس ار ايكوال ان بوتنشال؟ بقول له لا. طب هدول متساويين؟ اه، لكن هدول لا. معناته هل فرق الجهد اللي هان بيساوي فرق الجهد اللي هان؟ لا، اذا هدول مش متوصلين على التوازي، هدول مش متوصلين على التوازي اطلاقا. طب ايش اسوي؟ قال انت انتبه، هب انت لو وجدت شحنات هنا، اي ماشي، بده يكون هي نفسها الشحنات اللي هان، هي نفس اللي هان، الشحنات اللي هان هي نفس اللي هان. اذا معناته هدول موصلين على التوالي وهدول موصلين على التوالي. نيجي ننتبه لهدول، هدول نيجي من هذه البليت وهذه البليت، حقيقة انا ماشي هيك، اه قفزت عن اي اشي ولا ماشي بسلك؟ لا، تمام، هدول موصلين بسلك واحد، اذا لهم نفس الجهد. طب هل هدول الاثنين نفس الشيء؟ بقول له اه. اه، اذا معناته بأضمن هذا وهذا موصلين على التوازي؟ بقول له اه. اذا ايش كيف بدي اعمل؟ بقول هدول توالي وهدول توالي. طب هدول؟ بقول له لا، هدول توازي. طيب في التوالي ايش بنسوي؟ بنجيب الريسبروكلز، هدول سي واحد وسي اثنين، سي واحد خمسة وسي اثنين عشرة، خمس وعشر، بنجمع خمس وعشر، بمعنى آخر خمسة في عشرة خمسين على خمستعش، خمسين على خمستعش، وهدول خمسين على خمستعش. إذن أنا بستبدل هدول التنين بخمسين على خمستعش، وبستبدل هدول التنين بخمسين على خمستعش، تمام. هدول بستبدلهم سي اثنين وسي اثنين، سي اثنين قديش؟ قال لي عشرة، هدول توازي، إذن عشرة وعشرة عشرين. إذن هدول خمسين على خمستعش ثلاثة بوين ثلاثة، خمسين على خمستعش ثلاثة بوين ثلاثة، وهدول عشرة وعشرة عشرين. هقدر نجي نطلع هدول إيش صار معايا؟ انتبه لي، هادي وهادي وهادي، شوف لهم نفس الجهد. إذا هدول باراليل، هدول باراليل، هادي قديش؟ هادي سي ثلاثة اثنين، وثلاثة بوين ثلاثة، وثلاثة بوين ثلاثة، ستة بوين ستة، واثنين ثمانية بوين ستة. إذا جبت واحد بينهم، واحد وعشرين. كيف هدول موصلين؟ توالي، ما زال توالي. اذا معناته بقدر اقول انه هدول 6، 8.6 في 20 على 28.6 طلعت معايا 6. هقيت ايش بقول لي في السؤال اللي وراه؟ لو هذا فرق الجهد بين النقطه هذه والنقطه هذه اللي هي A و B 60 فولت، يعني بقدر اقول انه فرق الجهد على 6 مايكرو فاراد 60 فولت؟ بقول له اه، انت هيك بتقول. طيب ايش بدك؟ قال لي هذا قديش اخذ من هذه الشحنات؟ بقول له واحده واحده، هذا 6 لحاله، وقديش فرق جهده؟ 60. بقدر اجيب شحناته؟ بقول له اه. ايش الشحنه بتساوي؟ في في سي، في في سي 6 مايكرو فاراد في 60 فولت 360 مايكرو كولوم. هدول بدي اشوف قديش منهم صفهان، بمعنى آخر كل واحد من هدول قديش أخذ عشان يخلي الباقي لسي ثلاثة. كيف بدي أعمل؟ بقوله خلينا نشوف، بنشوف كيف. بنقول هدول كيف متوصلين؟ هدول توالي، إذن هذا المكثف هو equivalent لتو capacitors متوصلين على التوالي. إيش شرط التوالي؟ قال لي كيو واحد تساوي كيو اثنين بتساوي كيو equivalent، كيو واحد بتساوي كيو اثنين بتساوي كيو اكوفيلنت. بتعرف كيو اكوفيلنت؟ عرفتها.
تقدر تقولوا اللي شحنة اللي هنا هي نفسها 360 مايكرو كولوم، وهي نفسها 360 مايكرو كولوم. قطعا اذا هدول هيك قطعا. حلو، نيجي نشوف جهودهم. ليش بدك جهودهم؟ عشان هدول متوصلين على التوازي، ولما توصلوا على التوازي شو اللي بيثبت؟ شو اللي ثابت في التوصيل على التوازي؟ جهد. طب هذه كيف بدي اجيب جهدها؟ قال لي برضو من العلاقه اللي انت بتعرفها، في بتساوي كيو على سي. 360 على 8.6 طلعت 42. طب وهذه 360 على 18 ممكن اطلعها بسهوله. 360 على 20 يعني عباره عن 18. لو بدي الاحظ 18 و42 قديه؟ 60. تمام، واحده واحده. اذا هذه قديش جهدها؟ 18 فولت. مش كاتبه انا هنا، نيجي نصفي هنا. هذا الكاباسيتر مش هو مكافئ لثلاثه كاباسيترز متوصلين على التوازي؟ ما زال متوصلين على التوازي. بقدر اقول في اكويفيلانت بتساوي في واحد بتساوي في اثنين بتساوي في ثلاثه. طب انت ليش معني في هذا؟ لانه هو كطالبه. هذا قديش جهده زي جهد هذا؟ 42 فولت. هذا قد جهده 42 فولت. هذا قد جهده 42 فولت. لكن انت بدك هذا، يعني هذا فرق الجهد. عرفته؟ عرفته. سعته معروفه، معروفه 2 مايكرو فاراد. بتقدر تجيب شحنته؟ يا وردي مثلا. اذا 84 مايكرو كولوم. بتقدر تكمل نفس التكميله؟ قطعا. احنا قلنا هذا قد ايش جهده؟ قلنا هذا جهده اللي هو هذا 18 فولت. طيب وهذا جهده قديش؟ 18 فولت. وهذا قديش جهده؟ 18 فولت. عرفت جهده وسي معروفة، بقدر أجيب الشحنات؟ بقدر. وهذا هو نفس العملية، هذا كيف متوصلين سيريز. هذا جهده قديش؟ 42. وقديش هذه؟ 3.3. عرفت شحنتها؟ عرفتها. طب هدول نفس الشحنات وهدول نفس العملية. بكون هيك حليت كل السؤال. تمام، هيك يا أخواننا بكون أنا أنهيت